بحضور ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وتحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، توج سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد الخليفة وسمو الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد الخليفة الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد لسباق القدرة للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كيلومتر التي نظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. وقدم سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد الخليفة وسمو الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد الخليفة الكؤوس وجوائز المسابقات للفائزين بالمراكز الأولى، حيث حازت الفارس شهد وليد الأحمد من إسطبل الأجيال على المركز الأول، وفاز بالمركز الثاني الفارس راشد جمال العباد من إسطبل الصافنات، وحصل الفارس ناصر حمد القحطاني من إسطبل RM على المركز الثالث. هذا وأعرب الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على رعاية ودعم سموه لسباقات القدرة، مؤكدين أن هذا الدعم محل اعتزاز وتقدير من أسرة رياضة القدرة. وأشاد الاتحاد بالتعاون البارز للإسطبلات والفرسان مع مختلف لجان البطولة.